أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نتكلم على النسب المثلثية الخاصة لبعض، أو النسب المثلثية للزوايا الحادة لبعض الزوايا الخاصة، لبعض الزوايا الخاصة اللي هي هناخد الزاوية 30 و60 و45، هنجيب لهم الزوايا النسب بتاعتهم اللي هي الجا والجتا، الجا والجتا والظا. هنجيب التلات نسب دول للتلات زوايا دي. قبل ما نبدأ بالكلام ده هنتذكر ان الظا، نراجع بس درس فات، كانت بتساوي جا على جتا لنفس الزاوية. كمان بنقول كانت الجا ألف بتساوي جتا باء، إذا كانت ألف وباء بـ90، وكمان قلنا إن الجتا باء بتساوي جا ألف بنفس الكلام. إذا كانت جا ألف زائد جتا باء فإن لنفس المثلث يعني الألف والباء، فإن ألف وباء بتساوي 90. إذا حصل ده يبقى ده، إذا كان جاء ألف بتساوي جتا باء فإن ألف وباء بـ90. عندنا الجاء ألف الجتا ألف في ظا ألف بيساوي جا ألف. لو خدناها من ده، جتا في ظا بتساوي جا. النسب دي هامة نعرفها. نبدأ بقى بالمثلث، النسب المثلثية للزوايا الخاصة. هناخد مثلا مثلث اهوت قائم الزاوية، بالشكل ده، ومثلث آخر قائم الزاوية بالشكل ده. في المثلثين دول هنجد إن ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية في باء، وإحنا تعمدنا إن ناخد الزاوية ديت 30 والزاوية ديت 60. نعرفين دول المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر، يعني لو انا خدت ده البعد ده بواحد هيبقى البعد ده بـ2، والضلع المقابل للزاوية 60 بيساوي جذر 2 في نص الوتر، جذر 3 في نص، جذر 3 على 2 في طول الوتر، او جذر 3 في نص الوتر، بجذر 3 على 2 في طول الوتر، دي مع ديت هيساوي جذر 3 ألف باء. وبناء عليه يبقى انا عندي مثلث 30 60، الزاوية دي 90، هيبقى ده 1 2 جذر 3. وبناء عليه قال لما اجي احسب جا ألف اللي هي 30 بقى، مش هنتكلم بحروف نتكلم بالارقام، يبقى جا ألف بتساوي المقابل على الوتر نص، جا 30. طب جتا 30 جتا
30 هتساوي ادي التلاتين اهي جذر تلاتة على اتنين. طيب فا تلاتين هيساوي التلاتين اهي فا بتساوي المقابل على المجاور واحد على جذر تلاتة، دي الزاوية تلاتين. نعمل الزاوية ستين، الجا ستين بتساوي ادي ستين مقابل على وتر جذر تلاتة على اتنين. طب الجتا ستين، ادي ستين جتا المجاور على الوتر واحد على اتنين. فا ستين بتساوي فا مقابل على مجاور جذر تلاتة، تمام كده. تعال بقى نطبق القواعد دي اللي فوق ديت مع القواعد دي. ادي جذر جا تلاتين بتساوي جتا ستين، جتا تلاتين بتساوي جا ستين. لو ضربت ضا تلاتين في جتا تلاتين اللي هي القاعدة ديت اهي نطبقها، ظا تلاتين في جتا تلاتين اضرب كده تروح جذر تلاتة مع التلاتة يبقى فاضل واحد على اتنين، واحد ده على اتنين ده اهي نطبقها، دي جذر تلاتة على اتنين في واحد على جذر تلاتة بيساوي ايه ده؟ النص اللي هو بيساوي مين؟ جا تلاتين، يعني جا تلاتين. القاعدة دي طبقتها هنا تضرب ده في ده يديك ده. طيب برضه لو طبقت الكلام ده هنا هينطبق. طيب ناخد بقى المثلث اللي هو التاني ده، ألف باء جيم قائم الزاوية في باء، خدت أنا الضلع ده بيساوي ده لأن الزاوية دي خمسة وأربعين وبالتالي لازم التانية خمسة وأربعين، يبقى ده مثلث متساوي الساقين. يا يعني لو أخدت دي بواحد ودي بواحد هتبقى دي من فيثاغورس دي بجذر اتنين، بجذر اتنين. طيب نشوف بقى جا خمسة وأربعين هتساوي ادي الخمسة وأربعين جا مقابل اللي هو بواحد على جذر اتنين، جتا خمسة وأربعين بتساوي مجاور على الوتر يبقى الجتا خمسة وأربعين برضو هتساوي واحد على جذر اتنين مقابل على الوتر. الظا خمسة وأربعين، ظا خمسة وأربعين بتساوي مقابل على المجاور بواحد على واحد يعني بواحد، تمام كده. يبقى احنا عرفنا النسب الخاصة، النسب الخاصة للتلات زوايا التلاتين والستين والخمسة وأربعين، دي النسب الخاصة للزوايا دي، وادي القوانين. يبقى واجب علينا اعرف النسب ديت. عندي الجا تلاتين بنص، جتا تلاتين جذر تلاتة على اتنين، الظا تلاتين واحد على جذر تلاتة، الجا ستين جذر تلاتة على اتنين، جتا ستين بنص، الظا ستين بجذر تلاتة على اتنين. نشوف بقى التمارين بدون استخدام الآلة الحاسبة، بدون استخدامها عايزين ده التمرين رقم واحد اهو. نحسب النسب دي، جا خمسة وأربعين ناقص جا جتا خمسة وأربعين هتساوي واحد ناقص واحد بتساوي صفر، جتا ستين جا تلاتين جتا ستين بتساوي المقابل لستين على الوتر يبقى عندنا جتا ستين ب جذر تلاتة على اتنين زائد جا تلاتين بنص، تاني جتا ستين، جتا ستين بنص
دي بنص، وجا 30 بنص، يبقى ايه الكلام ده؟ بيساوي نص ونص واحد. طيب جا 30 جا 30 نص، جتا 60 بنص، فا 45 بواحد، واحد واحد نص ونص واحد، ناقص واحد بصفر. جا 60 جذر 3 على 2، جتا 30 جذر 3 على 2، فا 60 واحد على جذر 3. جذر 3 على 2 وجذر 3 على 2 يبقى بتساوي 2 جذر 3، يبقى ده بتساوي 2 جذر 3 على 2 زائد جذر 3 زائد 1 على جذر 3 بتساوي على دي، فال 2 يبقى بتساوي جذر 3 زائد 1 على جذر 3، اضرب في المرافق هتدي جذر 3 على 3. جذر 3 على 1 يعني ب 3 على 3 جذر 3 زائد 1 على 3 يبقى بتدي 4 على 3 جذر 3. جا تربيع 45، ال 45 جا بتاعتها ب 1 يبقى ب 1 تربيع ب 1 زائد جتا تربيع 45 بواحد تربيع بواحد يبقى بتساوي 2. 4 جتا 30 جذر 3 يبقى 4 في جذر 3 على 2 في ظا 60 بواحد على جذر 3، ده مع ده يبقى بتساوي على 2، فالواحد على 2 فال 2 تساوي 2. ظا تربيع 60، الظا 60 واحد على جذر 3 تربيع يبقى بواحد على 3 ناقص 2 جا 45 يبقى 2 في 1 في 1 في جتا 45 بواحد يبقى بتساوي تلت زائد ناقص 2 بتساوي ناقص 1 وثلثين. جا تربيع 60، جا 60 بجذر 3 على 2 تربيع يبقى ب 3 على 2، 3 على 4 يا جذر 3 على 2 4 تديك 3 على 4 ناقص ظا 60، ظا 60 بواحد على جذر 3 في جتا 30 بجذر 3 على 2 زائد جتا 60 بواحد على 2 في جا 30 واحد على 2 بتساوي 3 على 4 ناقص على دي في الواحد على دي في الواحد بقى ايه؟ نص، يبقى نص زائد ربع بتساوي شيل ربع من تلات ارباع باقي نص، ناقص نص يديني صفر. اتنين جا 30 ادي 2 جا 30 بنص، جتا 60 بنص، زائد جذر 3 في جا 45 بواحد يبقى ده ما عدا في الواحد يبقى نص زائد جذر 3 نص دي جذر 2 في جا 45 بواحد على جذر 2، واحد على جذر 2 ده ما عدا في الواحد وده نص في نص، نص زائد واحد بتساوي واحد ونص.
كنا وقفنا عند 9، هنحل بقى 9 ديت. بتقول ايه؟ 2 ج. نبدأ في المسألة 9، بتقول 2 ج 30 ب 2 في 2 في ج 30 بنص في ج 60 بنص زائد جذر 2 في ج 45 بواحد على جذر 2، يبقى بتساوي دي مع دي فالواحد، يبقى بقى نص، ودي مع دي فالواحد يبقى زائد واحد بتساوي واحد ونص. بعد كده جا 30 ناقص جا 60، جا 30 بنص اللي هي دي 9 10 في القوسيات، ناقص جا 60 بنص، ده في جا 30 بنص، جتا 30 بجذر 3 على 2، جتا 30 جذر 3 على 2، جتا 60 بنص، بعد كده الجا 30 بجذر 3 على 2، زائد جا 60 بجذر 3 على 2 بتساوي. نراجع تاني، جتا 30 بنص، الجتا 60 بنص، جتا 30 بنص، يبقى نص ناقص نص بصفر في أي مقدار بصفر أيا كان مقدار، يبقى الناتج نائب صفر. طب جا 30 على جا 60، جا 30 بنص اللي هي 11 بقى، 11 جا 30 بنص على جا 60 اللي هي بنص، ده كده بواحد، ناقص جتا 30 بجذر 3 على 2، وجا 60 بجذر 3 على 2 بيساوي، ده قلنا بواحد اللي أولاني، والجزء التاني ده جذر 3 في جذر 3 ب 3 على 4، 3 على 4 من 1 ربع بس. ال 12 جتا 40 60، الستين الجا بتاعتها جذر 3 على 2 هتبقى 3 على 4، زائد نعمل بسط كله في قوس، واخد بالك كده، جتا تربيع 30، جتا 30 بجذر 3 على 2 هنربعها تبقى 3 برضو على 4، جتا 60 بنص هتبقى دي ربع، جتا 60 عندنا بنص يبقى دي ربع، جتا تربيع 60، جتا تربيع 30 تلات ارباع، زائد ظا تربيع 45 الظب واحد مربعه تدي واحد، ده على جا 60، جا 60 جذر 3 على 2 من غير تربيع، في ظا 60 واحد على جذر 3، ناقص جا 30 بواحد على 2 بيساوي ده مع ده في الواحد، يبقى ربع وتلات ارباع واحد، واحد 2 على كده نص ناقص نص بصفر، 2 على 0 كمية غير معينة.
تاني راجع المقام، جا ستين، الجا ستين بنص، جا ستين، جا ستين بجزء ثلاثة على اتنين، في ظا ستين واحد على جذر ثلاثة، ناقص جا تلاتين بنص، ده مع ده بقى نص ناقص نص. تمام كده. ننتقل للسؤال التالي اللي بعد ده، سؤال اتنين بيقول بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد جا ستين، اثبت إن جا ستين بتساوي اتنين جا تلاتين. بقى جا ستين الأول ناخد الأيمن، الطرف الأيمن، هناخد رقم واحد، نقول الأيمن جا ستين هتساوي جذر تلاتة على اتنين، ده رقم واحد. الأيسر اتنين في جا تلاتين بنص، في جتا تلاتين جذر تلاتة على اتنين، ده مع ده بيساوي جذر تلاتة على اتنين، دي اتنين من واحد واتنين. اذا العلاقة صحيحة، اتنين جتا تربيع، جتا ستين الايمن برضو، جتا ستين بتساوي جذر تلاتة، جتا ستين بنص. طب الايسر بتساوي اتنين في جتا تربيع تلاتين، التلاتين جتا بجذر تلاتة على اتنين، تربيع يبقى تلاتة على اربعة، ده ناقص واحد بتساوي على دفع الاتنين، تلاتة على اتنين ناقص واحد بنص، دي تلات انصاص، شيل واحد او نصين فاضل نص واحد، يبقى اذا الطرفان متساويان، تلاتة اتنين جتا تربيع تلاتين. طبعا علاقات كتيرة هتركها لكم واجب، وان شاء الله نكمل هذا الدرس في لقاء قادم باذن الله. يبقى بقيت السؤال ده بس واجب، وانا نكمل بعد كده الصفحة 206، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصفحة 206 في الفيديو القادم.